أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم. الآن سوف أشرح لكم كيفية إدخال شفرة أي قناة على رسيفر فوكس. تابعوا معي إخوان. أول شيء بنضغط على زر منيو من الريموت كنترول، ثم بعد ذلك نختار سيتينج، ثم ديسكيت، وهنا يتم إدخال شفرة أي قناة عن طريق الريموت كنترول بالأرقام بالحروف بأي شيء. أرجو أن يكون الشرح قد أعجبكم. لا تنسوني باللايك والسبسكرايب، وشكرا لكم.